المسلم كلما تذكر أن كل قول وكل عمل، كل نظرة، كل خطوة، حتى أعمال القلوب كلها تكتب في صحيفتك، هذا والله من أعظم ما يوقظ الإنسان في الدنيا ويجعله يستقيم على طاعة الله تعالى. كل واحد منا الإخوة الأخوات سيؤلف كتابا، حتى الجاهل، وهذا الكتاب هو كتاب مصيري للإنسان في الآخرة، هو هويتك التي تأتي بها يوم القيامة. هذا الكتاب الذي ستؤلفه أنت الآن، تؤلفه في الدنيا، غدا سترى هذا الكتاب. يا ترى كيف سيكون هذا الكتاب؟ اجعل كتابك من أجمل الكتب عند الله وأعظم الكتب عند الله.